كل على خالص. شنو غيركم هذا؟ والله غير الناس قطعوا الطريق، والله على مود اقليم خالص وما ادري شنو وهذا السوالف سالت الطريق. ها والله مو بس احنا، هاي الجماعه كلها على بغداد وكلها سادين الطريق عليها وكلها قاعد تطلع. الله وكيلك حتى غاز لا يصرف، بنزين ما يصرف، كله ما يصرف زين. هاي والله هذا العبري يقول ليش مصعدين كروه، قول يا ابو على مود الغاز مصعدين فره سر كبيره زين، قول على المحافظات وعلى تكريت ويعني حير فره طويله. الجيش يقول لك لا تعبر، يقول لك يعني من تروح سيارتك تتفلش، يحرقون سياره عليك، يقول لك الناس المواطنين تحرقه. يعني هسه حتى مسؤولين يعني حماياتهم وخاصه يعني الجنه لقينا واقفين بالعظيم ما يقدر يعبر، يحرقون سياره عليك كلها على تريلات على المظاهر، يقول لك انا من حق اقطع الطريق. ناس ساده الشارع وتقول لك افطر افطر، انا على المبازل قال قاع ما اقبل طبون بي. والله ناس مدني ما تعرفهم، وافترينا عنا برجعنا بق ورجعنا على التكريت اخر شيء. يعني تصل الخالص ترجع على التكريت عندك هاي المسافه، واحسب حسابك قول النفر كروخ 15 يقول لك هاي منين لي؟ زين انا من افوي الغاز اجري كاي غاز دارب 20000 استغلوني هالفرصه هذه، يعني هاليوم هذا استغلوا الغاز بينا. وياهم الشرطه والجيش وياهم ويا جماعه الخالص. يقولون هم بيديهم واحنا من وياهم، شو نسوي؟ ما يقولون كل شيء ما نقدر نسوي. انا واقف وياهم وناقشتهم. واقف من ضمن القابع مالته مال خالص. هو وياهم يا بشلون هاي الطريقه مو حكومه؟ قال والله ما نقدر، هنا هم عشاير وما شلون يعني على السيارة. شفت بعيني الطريق مقطوع، حارقين تايرات وناصبين خيم، ما تطلع، يقول لك ما تطلع. لا مدنيين ماكو، لا جيش الشرطه تحكي وياه يقول لك انا ما لي علاقه، بيد المدنيين الشغله.